إن احترام حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصة في بلادي متأصل ومتجذر، نابع من قيمنا السمحة وتاريخنا الثوري الحافل بالأمجاد والبطولات من أجل الحرية والكرامة الإنسانية ونصرة القضايا العادلة. لقد كانت بلادي دائماً من الدول السباقة إلى الانضمام إلى كل اتفاقيات دولية ذات الصلة بالطفولة، وكانت الجزائر من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 19 ديسمبر 1992، وعكفت على تعزيز ترساناتها القانونية في مختلف المراحل المتعاقبة.